خد معانا على التليفون الكاتبة الكبيرة أستاذة سماح أبو بكر عزت. أهلا أهلا أهلا. أهلا يا أستاذ يوسف، إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك؟ على المقدمة. الحمد لله بخير. لا والله خالص، ده يعني حضرتك عارفة معزتك وتقديرك عندي عامل إزاي يعني. شكرا يا أستاذ يوسف، والله متبادل لحضرتك أكثر والله. يا رب يخليك. أخبار الانتخابات إيه؟ والله جميلة يا أستاذ يوسف. أنا شاركت النهاردة الحقيقة، كنت فرحانة جدا جدا بالمشهد اللي شفته. الناس فرحانة وعندها يعني تفاؤل وحماس، وسيدات وشباب ورجال وأطفال جايين مع أهاليهم وشايلين علم مصر، يعني لوحة كده، يعني حياة مبهجة حقيقي بجد. الكاتب والقاص دايما بيبقى فيه عنده ملاحظات بيشوفها احنا الناس العاديين ما بناخدش بالنا، بس هي بتبقى جزء من موهبته. فإيه اللي شفتيه النهاردة في المشهد الانتخابي وفضل عالق بذهنك وقد يتحول إلى كتاب، رواية، قصة للأطفال، الله أعلم؟ والله لما أشوف أطفال شايلين علم مصر بحب شديد وبيقولوا تحيا مصر وفرحانين ان هم جايين مع اهاليهم، ده مشهد انا كنت يعني اطفال ان انا اشوفه. يعني الاطفال بتفرح بلعبه، بتفرح بحاجه، يعني رحله بحاجه زي كده، لكن انه يحس بالانتماء، يحس بانه فرحان انه جاي يشارك في الانتخابات، ومش زهقان انه واقف في طابور. الاطفال بطبعها ملوله، يعني ما تحملش انها تقف في مكان فترة طويلة، ولكن لا، فرحانين وبيضحكوا ومبسوطين، واللي رسم علم هو وجايبه بإيده، يعني هو رسمه كمان مش جايب العلم الجاهز. أيوة. ده مشهد الحقيقة أنا استوقفني جدا. يعني الأطفال بقت حاسة النهاردة إن مصر دي بلدنا، فخورين إن هم موجودين مع أهاليهم وبيشاركوا، وإن ودي رسالة كمان أهل بيدوها للأولاد، إنه أنت بكرة هتكبر ودي مسؤوليتك إنك تشارك. أما أشوف أمي أو أبويا يشاركوا وأنا معاهم، ده يزرع فيا يعني صح. تلقائيا الانتماء صح، وإن أنا مسؤول عن البلد دي، وإن البلد دي بلدي، وإن لازم أحافظ عليها، ولازم يبقى لي صوت، وإن صوتي مهم، صوتي فارق. ستات مصر دايما يعني كما جرت العادة وفي كل الأحداث أيوة. السياسية الكبيرة والهامة والجليلة أيوة. مش بقى كانوا أيوة. موجودين، لا هم كانوا الدافعات وراء الحدث بالزبط. بصراحة بالزبط. إيه السر؟ نفسي أعرف إيه السر؟ أنا هقول لحضرتك، الست دايما عندها استشراف يا أستاذ يوسف، يعني خايفة الخطوة اللي جاية، دايما تلاقيها حتى مدبرة كتير، مش عارفة جزء عشان هنعمل ايه عشان الصيف الجاي. فالست خايفة اللي بيحصل على أرض الواقع، ومهما كان في صعوبات بتواجهها في تدبير ميزانية وكل ده، دلوقتي هو ده الهدف، الهدف اللي جاي بعد كده بقى، ان دي مرحلة لإنجازات هتحصل بعد كده، نستحمل عشان في حاجات جاية أكتر بعد كده، واللي بيحصل النهاردة ده بكرة عشان بكرة هيحصل فيه حاجة أكبر، فيه تطوير أكبر، بنعمل مشاريع، المشاريع دي بكرة هنجني ثمارها. فأنا عايزة أشوف النتيجة، أنا عايزة الإنجازات دي أشوف نتيجتها، فأنا بنزل بشارك بنتخب عشان البلد دي تفضل زي ما هي، بل وتتحسن، وهتتحسن إن شاء الله. فالست دايما ما بتبصش تحت رجليها، مش بصة ده ايه وده ايه وده بقى كذا وده، لا 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 لا، كل الحاجات دي تعدي، المهم اللي جاي بعد كده، اللي جاي بعد كده في انجازات، ولادها هيتخرجوا يلاقوا شغل، لان في مشاريع بتتعمل، في مدن جديده بتتبني، صح، في فرص عمل. فهي بصة لده، مش بصة للنقطه الضيقه قوي اللي ممكن ناس كتير تبقى واقفه عندها. اه والله العظيم الستات دول مبهرات، مع انه الواحد يقول ايه مثلا انه في المساله بتاعت الغلاء الاسعار بالضبط. فالستات يقول لك ايه، لا 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 لا، ما اكتر حد بيلمس هذا الغلاء لانها صحيح. التي تدير المنزل فعليا هي الست، فهتبقى هي بقى اللي المفروض تقول بلا هننزل بلا بتاع، انا مش عايز اوجع دماغ. اما بقى نشوف بقى قصه الاسعار دي انا ما فيهاش دماغ، الاقيها هي اول واحده نازله. ما هو زي بقول حضرتك، هي مش واقفه عند نقطه ده بقى بكام وده بقى بكام، هي عارفه ان دي فتره انتقاليه، ولكن المهم اللي جاي بعد كده. وبعدين دي ازمه في العالم كله، ولكن صح. احنا ما توقفناش، احنا بنشتغل وبنبني وبنعمل مشاريع وبننجز، فالنقطه دي مش هي اللي هتوقفنا، بالعكس نستحمل. ياما مرت على مصر فترات واستحملت حاجات، ودلوقتي بقى في مشاريع، في تحيا مصر، وفي حاجات منافذ بتقدم منتجات يعني محترمه جدا وباسعار متهاوده جدا،
يعني اللي عند الاستاذ يوسف استعداد ان هو يشوف النقطه المضيئه هيشوفها 100%. انا دايما اقول كده، اللي عاوز يشوف هيشوف، واللي ما عندوش رغبه في انه يشوف ويرى ويسمع هو عايز كده براحته. وبعدين احنا لينا سينا استاذ يوسف ان في مليارات بتتصرف في مشاريع حياه كريمه، مش دول اهلنا برضو طبعا؟ يعني مش كنا دايما نقول الريف المهمش؟ لا مش ما عادش مهمش خالص بقى، معلش انا بقول لحضرتك عن خبره وعن تجربه وعن رؤيه عين، لا خالص. انا بروح اتفاجئ بمدارس وبتفاجئ بقرى بقى فيها وحدات صحيه غايه في يعني في الاهم يعني في النظافه وفي الامكانيات اللي موجوده. لسه في حاجات بتتعمل، بس في حاجات على ارض الواقع اتعملت طبعا في كتير. كل ده ما كانش موجود قبل كده. يعني احنا ليه نبص بس للقاهره والعاصمه؟ ما نبص ان دول اهلنا برضو يستحقوا الاهتمام، والاهتمام ده موجود. صحيح 100%. انا بشكرك جدا 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 كاتبتنا الكبيره الاستاذه سماح ابو بكر عزت.